في أي رياضة حصلت البطلة إسراء عويس على الميدالية الفضية بدورة ألعاب البحر المتوسط 2022؟ مستعجل جداً، إجابتك؟ رفع الأثقال. رفع الأثقال أحمد فهمي، إجابة خاطئة. عشان كده الاستعجال مش كويس. في إجابة؟ إسلام. ألعاب القوة. في الوثب الطويل، إجابة صحيحة. سجلت 6 متر و 56 سنتيمتر. أول ميدالية لمصر في الوثب الطويل في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. نحيي كلنا البطلة المصرية إسراء عويس.